بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الطلبات الصف الأول إعدادي، إن شاء الله بنستكمل مع بعض دروس منهج الحاسب الآلي، وبناخد الدرس الرابع في برنامج سكراتش، وهو أوامر القلم وتشغيل الصوت، أوامر القلم بن، وأوامر تشغيل الصوت اللي هي اسمها ساوند. أول حاجة هندرسها هي مجموعة القلم بن. طيب إيه وظيفة مجموعة القلم بن؟ أول حاجة إن إحنا نعرف كده إن مجموعة القلم بن هي مجموعة مميزة باللون الايه الاخضر. اول حاجة فيها ان احنا بتجعل الكائن يرسم خطوط ويقوم بتلوينها اثناء الايه الحركة بتاعته، بتستخدم في رسم اشكال هندسية مختلفة بسهولة. تعال ناخد كده بعض الاوامر بتاعت مجموعة بن. اول حاجة بن داون. بن داون بتعمل وضع للقلم، بتخلي الكائن يرسم ايه، يرسم خط. حركة الكائن مع حركة الكائن تخليه يرسم الخط. طب بين اب عكسها بيرفع القلم. بيرفع القلم يعني ايه؟ يعني خلي الكائن يتحرك بدون ايه، بدون اي رسم. تالت حاجة عندي سيت بين كولر تو، تخصيص لون القلم. هنا بين كولر اللي هو لون الايه القلم، ويتم تحديده داخل الايه المربع. يبقى في مربع كده، وابدأ ان انا احدد اللون من خلال الايه المربع اللي موجود عندي. set pin size 2، هنا السايز اللي هو بيخصص ايه حجم الرسم بتاع الخط. واخر حاجة عندي clear، وهي مسح اي خطوط او اي رسومات موجودة على المنصة. ثانيا مجموعة الصوت اللي هي اتفقنا ان هي اسمها sound. مجموعة sound بتتميز باللون دوت، وبتستخدم في اضافة الاصوات الى المشروع. استخدام الصوت للمشروع بيضيف جمال وتشويق لداخل الايه المشروع. يحتوي البرنامج على مجموعة من الأصوات، من خلالها ممكن أختار أي صوت أنا ممكن إيه أستخدمه داخل المشروع بتاعي. في أنواع مختلفة بيتقسمهم دي، فئة الأصوات، فئة المؤثرات الصوتية، فئة أصوات الحيوانات، فئة أصوات الآلات الموسيقية. في ملاحظة كده مهمة جدا، عشان أخلي الكائن بتاعي يدور بزاوية معينة بستخدم الأمر اسمه turn 15 degrees، وأمر الدوران تيرن ده موجود في مجموعة موشن، مجموعة الحركة. وصلنا شباب للجزء التاني وهو الأسئلة. السؤال بيقول صوب ما تحته خط. يستخدم الأمر pin down لرفع القلم. اتفقنا يا شباب إن pin down بتعمل إيه؟ وضع للقلم وليس رفع للقلم. طب رقم اتنين، يستخدم الأمر pin up لوضع القلم. ها عكسها، يبقى pin up بتعمل إيه؟ بترفع القلم، يبقى لرفع القلم وليس لوضع القلم. رقم ثلاثة، يستخدم الأمر clear لمسح أي رسومات أو خطوط موجودة على شريط الأدوات. لا، ما بتبقاش موجودة الرسومات دي على شريط الأدوات، موجودة على الإيه؟ على المنصة. رقم أربعة، يستخدم الأمر set pin color to لتخصيص حجم القلم. color يا شباب يبقى إيه؟ يبقى لون القلم وليس حجم الإيه؟ القلم. رقم خمسة، يستخدم الأمر set pin size 2 لتخصيص لون القلم. برضه هنا هنقول، هنا هنقوله ايه، حجم القلم وليس لون القلم. آخر حاجة معانا شباب، سؤال متفوقين، والسؤال بيقول اذكر المصطلح العلمي. مجموعة تستخدم في رسم أشكال هندسية مختلفة بسهولة. إيه هي المجموعة دي يا شباب؟ وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.